شكرا للزميل عبد الله العالي. أصدقاء المشاهدين متتبع البي سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو اللقاء المرتقب، هذا هو اللقاء المنتظر هنا في الدوري الأوروبي، الأوروبا ليج في سهرة الخميس، تقودنا إلى استاد التاريخ الأولد تشرين. الظهير بيساكا على اليسار الأسم بكأس الأذنين، وأمجد فرنانديز خطيرة، برونو وتيرشتاغن فرصة. كرة محطوطة في كرة مضروبة في آخر كرة، والحكم توربان الفرنسي قم بما شيء مع احتجاج الجمهور أخرى في المباراة. حضور أول من نادي برشلونة عن طريق السلاساو يضرب الكرة. 9 دقائق في اللعبة، 9 دقائق في المعركة، 9 دقائق في حرب أوروبا بين جنرالات. ينطلق الهجوم، كرة خطيرة، مانشستر في التوب، البرسا يفكر على أوروبا، وتشافي هرنانديز يختار مقارنة. الكرة عن طريق البارسا ملعوبة بين الحمر، بالدي وفي خطأ، جيبوا لهم ميسي بذكريات ليو. من سيضرب على داخل؟ علم يمشي الامبراطور، يدخل ماركوس راشفورد، ركنية للمان. أهم توتنهام في الفينال على ولفرهامبتون، خطيرة والدفاع يتصدى والكرة ترجع. بطولة إنجليزية إسبانية إيطالية بتجود الدفاع لليونايتد، كرة خطيرة وبنالتي لنادي برشلونة، ضرب جزاء على رفقاء فاران الفرازول، والوقفة خايبة ويحطها 1-0 الأزول جرانا الأزول يكيد العزول ويسجل 1-0 بسيناريو معزول في مرمى دافيد خيا، أو بسيناريو في مرمى دخيا المعزول، هكذا هي الكلمة الصح وهكذا الصف. في غياب بيدري يلعب الكرة بالديشو، خطيرة الكرة، يلعب برونو، جات كرة أخرى للسراء، ولكن ما زال فارق 8 نقاط يعطي هكابنو دفاعه لأنه يمشي للهجوم يخلي برشا مساحات. لذلك لو تلاحظون البرسا في كاب بيساكا، برونو مضغوط عليه، والحكم توربان الفرنسي يتدخل، فاول عربية تشهد على ان هذه القمعة في ليلة جمعة مباركة. اليوم يقدم افضل مبارياته منذ قدومه للكتالوني، وفي خطأ على كيسي، الدبابة لبواريا، والكرة ترجع إلى هجوم، بالدي يقاتل، بالدي يسارع، والحكم يقول حرب. سانشو يخرجها مليح، والكرة خطيرة، فريد يفشل في الكرة، يفشل في الكونتر، خلصها البولندي، تمشي كرة. فرانك ديونغ في وقت من الأوقات حاب يتخلص منه برشلونة. الآن ديونغ يعتبر عمود. ملفوف يجيب الجول، حاط الكرة الرافة، رافينيا اوت. برشا يمشي ديونغ، خطير على القائم الثاني كازيميرو، احذر النار الصديقة يا كازيميرو، فحتى الصديق يحذر ان يضغط. كيسيه يتفوق بدلين كلاوهم وسط ميدان متين جدا من الكتالوني. كرة في العجول عن طريق ليفواري في جولة ثاني موجود، والكرة تفسخت على الحدود يا ابن ليفواري، مش ممكن ما قدروا سيرجي وما طالب بالهدف الثاني لأنه هدف التعادل، هدف التعادل يا فريد، هدف أحمر من البدايات، فسخ وعاود من جديد، 3 مانشستر 3 برشلونة، أول دقيقة في الشوط الثاني، أول دقيقة وتشعل فيها حريقة، عشاق المانشستر ينتفضون، الكبير خل بيروح، لاجريتا ديل يونايتد وفي تسلل، مانشستر 5 دقائق بضغط كبيرة، جاب الثاني قريب جدا، مانشستر ينتفض يا كريستنسن. هذا ما عجز عنه ليفربول أمام المرينج الريال، الريال 5-2، وكل واحد يضرب على درابوه، ريمونتادا بمسماها، يدخل عن طريق الريال مدريد، ليست ريمونتادا، نعم سيواصل الصمود. فرانك ديونغ في فاول، في خطأ ويستاهل ورقة صفراء.
يستاهل ورقة صفراء. تتوتر الأجواء، تسخر الأجواء، لكن في لقبه. كرة ثانية خطيرة للمولناس برازيليرو، يرفع الكرة مع كيسيه، قتلوا بها كرة بعيدة من رافينيا. صح عليك، صح، وسيبقى الشامبيونز، يمشي الكامبيون دي لا ليغا أكثر 25 مرة بالضبط، لا أكثر ولا أقل. لنزيدو وحدة أكو طعم المباراة، تمشي كرة خطيرة بالراس، حطها له. مش ممكن كرة ملعوبة، مش ممكن، كرة ممتازة، كرة من كورشو، واحدة منهم تخطف يا جرنال. له هدوء، يمشي بالكرة. يقال في اللغة الفرنسية الهدوء الأولمبي. نعم، راس المباراة، كيسيه تشوط، يتشوط كيسيه، الحارس يتصدى، الحارس. هدف الثاني لنادي مانشستر يونايتد. هذه هي الكرة، هذه هي الصورة، هذا هو الاستخلاص للكرة. يمشي عن طريق برونو والضربة، غرناتشو فريد أنطوني، جول عطو يا فريد، جول.